اهلا بحضراتكم من جديد. مباراه الامس اكيد مباراه كانت مهمه جدا للنادي الاهلي لعده اعتبارات. احنا عارفين النادي الاهلي اكيد هدف من اهدافه الرئيسيه هي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هو فايز بيها في الموسمين الاخرانيين في الحقيقه، وكان يعني فايز بيهم عن جداره واستحقاق في بطولتين غاليين جدا بالنسبه للاهلي وجماهيره، ده امر مؤكد. مباراه كانت مهمة لأسباب مختلفة. أول حاجة بداية استعادة الثقة بالنسبة للاعبين بنتيجة كبيرة جدا 6-1، نتيجة مهمة ومفضلة عند كل جماهير النادي الأهلي. الأهم من كده يعني بخلاف بقى إن هي يعني نتيجة جمهور الأهلي بيحبها وكلام من ده، لكن الأهم من كده بصراحة إن النتيجة دي هتدي ثقة للعيبة بعد فترة كان فيها اهتزاز في المستوى الفني، سواء على مستوى الجهاز نفسه كجهاز فني النادي الأهلي أو حتى على مستوى بعض اللاعبين. عدد من اللاعبين استعاد الثقه بشكل كبير قوي قوي قبل انطلاق بطوله الدوري، اداء كان جيد في بعض الفترات. طبعا طبعا فريق الحرس الوطني مش مقياس من خلاله نقدر نقول ان الاهلي اتحسن والاهلي بقى افضل، لكن الاهلي في طريقه للتحسن وفي طريقه لما هو افضل بكل تاكيد. ليه؟ لان انت عندك مجموعه مميزه جدا من اللعيبه وعندك جهاز فني محترم جدا ومميز للغايه، والارقام والبطولات هي اللي بتقول كده مش احنا، فده امر مهم جدا. انبسطت قوي قوي بصراحه بتالق كهربا. كهربا امبارح عمل هدفين وجاب هدف اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه بشكل ممتاز. كهربا يعني تدريجيا ابتدى هو يخش في الفورمه، ابتدى يبقى في الصوره، ابتدى يبقى جاهز ذهنيا وبدنيا. خلي بالك ذهنيا قبل بدنيا كمان مهمه بالنسبه لكهربا تحديدا، فكون انك تكسب لعيب بهذه الامكانيات بالاسم الكبير ده اسمه كهربا، فانت طبعا يعني بيبقى ليك افضليه كبيره جدا في حاله تواجده في الملعب في اي مباراه من المباريات، لانه هو في الاول وفي الاخر كهربا لعيب بامكانيات كبيره، كان محتاج ان هو ياخد الثقه. الميزه كمان في ان موسيماني اداله عدد كبير من الدقائق امبارح او المباراه كلها تقريبا، فبالتالي قدر ان هو يعني يساعد اللاعب في ان هو يستعيد مستواه، فان شاء الله تكون انطلاقه كبيره لكهربا فيما هو قادم من تحديات بالنسبه للاهلي. قفشه ومحمد شريف كان مهم جدا، كل واحد فيهم يجيب اهداف. محمد شريف جاب جون، قفشه جاب جونين، برضو بدايه استعاده الثقه بالنسبه لهم بعد موضوع المنتخب واستبعادهم وكلام من ده، لكن اتنين لعيبه مهمه قوي سواء للاهلي او المنتخب مصر طبعا بكل تاكيد خلال المرحله اللي جايه، ان هم كمان يستعيدوا مستواهم او جزء من مستواهم من خلال طبعا اهداف زي دي تديهم الثقه، فده امر مهم جدا. الإشادة كل الإشادة في الحقيقة بأكرم توفيق. أكرم عمل مباراة كبيرة وتسبب في الهدف الأول من ما فيش، يعني الكرة كانت خلاص كرة ميتة جدا، لكن بروحه وبإصراره والقتالية اللي عنده بالنسبة لأكرم يعني فقدر إن هو يروح على المدافع. لو ينفع نعرض الهدف تاني الأولاني تحديدا، أكرم راح على المدافع قطع الكرة بتاكلينج بشكل ممتاز من غير فاول، ساهم في الهدف الأول بتاع محمد شريف واللي فتح المباراة بشكل كبير، وهدف كان مبكر ومميز جدا مجملا. او هو ده الهدف. شكرا يا جماعه لو من اوله بس اللقطه بتاعت اكرم تمام، كان ساهم فيها بشكل كبير بخلاف طبعا يعني سوء مستوى حارس مرمى فريق الحرس الوطني، لكن اجمالا يعني اداء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في احسن من كده بكتير طبعا. ولما الفرقه تكتمل بالصفقات الجديده بالقوام كله هنشوف الاهلي باذن الله باذن الله افضل من كده قدام فرق كبيره زي مباراه الاسماعيلي. طبعا هتلاقي الاسماعيلي فريق كبير، مباراه قويه جدا في بدايه الدوري، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه وهذه الانطلاقه. برضه علي لطفي امبارح انقذ كوره، ايوه هي دي اللقطه بتاعت اكرم، بشكركم يا جماعه. شوف الكوره ميته اصلا على الخط، الكوره طالعه بره، الراجل راح، وهي دي الروح اللي احنا بنبقى بنستناها دايما. يعني جمهور الاهلي لما بيزعل من اللعيبه لما يبقى المستوى مش قد كده بيزعل عشان بيحس ان مفيش روح. انت ممكن تلعب بروح جامده جدا جدا وتعمل كل عليك وتخسر لان دي كره القدم، لكن في نفس الوقت حسسني ان انت اشتغلت، ان انت تعبت، ان انت قاتلت على الفوز في المباراه. فهي دي الروح اللي احنا عايزينها من النادي الاهلي ولعبته خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله القادم افضل بكتير. اطمنوا اطمنوا كل جماهير النادي الاهلي باذن الله الفريق يكون افضل كمان على مستوى الاداء والنتيجه بكل تاكيد. علي لطفي امبارح انقذ هدف، كان يعني كوره صعبه جدا قدر ان هو يتعامل معاها بشكل كويس، فده ايضا يدي ثقه لعلي لطفي في ظل غياب محمد الشناوي بسبب الاصابه، فمكاسب كتير جدا في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال مباراه الامس. ان شاء الله باذن الله الفريق يستمر في هذا الاداء وهذه الروح القتاليه، عشان عندك السنه دي بطولات كتير جدا جدا، وجمهور النادي الاهلي عشمه كبير جدا في لعيبته وفي جهازه الفني، وان شاء الله العشم ده يكون في محله.
ده فيما يتعلق بمباراه الامس. بكده الاهلي تاهل خلاص لدور المجموعات، نتمنى له كل التوفيق. اللي هيبتدي في شهر 2 القرعه بتاعته هتبقى في اواخر ديسمبر باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في حصد البطوله للمره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخه باذن الله. هروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندي بعض الاخبار المهمه عن الاهلي خصوصا بعد مران اليوم وبدايه الاستعداد لمباراه الاسماعيلي. استنونا.